سيرة حدوشي. صباح الخير يا سميرة حدوشي، اهلا وسهلا بك. مرحبا، صباح النور جيهان، وصباح الخير من المستمعين الكرام. وتوحشناك يا جيهان، توحشك الخير، والف مبروك الله يحفظك وبارك الله فيك، تبارك الله عليك، توحشناك بزاف. وحنا تانا توحش بالصويت وتوحش الاصوات ديال المستمعات، مشكورات ما شاء الله عليهم، يعني كيجونا اتصالات هاتفيه كثيره، مشكورات على هذه المحبه هذه الجميله لالا سميره. هو ما يقدم يعني في هذه الفقرات هذه كناخذوا عليه غير لاجل، اللهم لك الحمد والشكر. يعني وحتى انت يا لالا سميره، يعني اللي كيجي من محبه ليك ومن يعني ومن احترام ليك، ما يمكن الا الواحد يقول هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. انا الناس تبغيك بلا ما تشوفك وبلا ما تعرفك وبلا ما تجلس معاك او لا يعني او لا تتعامل معاك، فهذه نعمه من نعم الله. اللهم لك الحمد. وهذه نعمه اننا كنسمعوا صوتك، وفي هذه السويعه هذه كنسافروا معاك وكتسفرينا معاك للبلادات، وكنمشيو معاك لي فاشن ويك، وكذلك كتدخلينا لاتوليي ديالك وكنخيطوا معاك وكنفصلوا معاك. لالا سميره حدوشي مشكوره على هذه التجربه اللي كتشاركيها معنا. ربي يخليك، بارك الله فيك جيهان. كاين شي برامج مقبله ان شاء الله، شي مشاريع، شي سفريه تحضري لها؟ الحمد لله، كاين حنايا اون توجور عندنا الجديد، وديما خصنا نكونوا في الجديد، لان الا ما كنا في الجديد ما نكونوش في هذا لو ترافاي هذا، لان لو ترافاي ديما كي كيمشي باليومي وبالآلي، كيمشي باليوم جور تو دو ايتر اجور فوالا. نعم ضروري. الوغ بغيت نتكلم على لو برينتو ايتي، يعني بالنسبه للصيف، وحنا في شهر 8، يعني كنهضروا على الالوان، كنهضروا على لي غوب، كنهضروا على لي بونطالون، ولكن كاين واحد لي ديتاي ما تكلمناش عليه. ان ديتاي مثلا بحال لي ساك، لي ساك هاد السنه هادي، شنو الحاجه اللي تقدر تلبسها في ليتي هاد السنه هادي وفي فصل الصيف؟ الوغ لي كولور ديال لا سيزون سي دوس اسيدولي، يعني كيكونوا الالوان مفتوحه ولكن اسيدي، فهمتيني، كتكون اسيدولي، يعني كتكون فيها واحد بحال داك لو جون كريار، بحال داك لو روز بودري اكسيتيرا. وكاين بالنسبه لي ساك هاد السنه، هاد السنه هادي بالخصوص لي بانيي. الوغ لو بانيي، يعني القفه، هاد السنة هادي كاينة بكثرة، ممكن أن السيدات أنهم كيستعملوها، والرجل كذلك عنده القفة ديالو تعيا بواحد الطريقة إيجابية، لأن يعني استعملنا لاغافيا فيها، استعملنا الدوم فيها، استعملنا دوطخ لي ماتيير اللي هما ارتيزانال. نعم نعم، وهذا الشيء كاين في الماركات العالمية كذلك استعملوها. ما شاء الله عليك فعلا لالا سميرة حدوشي، يعني خارج هذه الخدمة هذه التقليدية ديال الدوم وديال الرافية، يعني هي اللي خارجة يعني في السيكان، والسيكان يعني بواحد الأشكال كما قلتي قفيفة مدورين كذلك، يعني حتى لي ساركل يعني ساك مدور تاهما، يعني كاين هذا الشكل، كيكونوا مثلا السماطي تاهما اون كوير أو لا بالدوم ولا بديك الرافية كذلك، وفيهم كذلك داخل حتى الألوان لالا سميرة، يعني داخلهم حتى اللوينات مخدومين. يعني حاولوا أن لي كرون ستيليست حاولوا أنهم يديروا ألوان سبيسيال نهاد لي ساك هادو. نعم. اللي هما كيثيروا الانتباه وكيجروا السيدة أنها باش تاخذهم، ودي بخي مناسبة، زعما حتى الأثمنة مناسبة لي توت كاتيغوري. نعم نعم نعم. طيب وهاد السكن يعني هادي نجي هاد السكن هادو، يعني الواحد كيحير شنو يلبس في رجليها لالا سميره حدوشي، شنو كيتواتى مع هاد السكن هادو بهاد الشكل هذا؟ الو هاد لي ساك هادو ممكن انك تلبس معاهم لي طونك، ممكن تلبس معاهم دي صندال، وهاد بالخصوص هاد السنه هادي كاين دي صندال بلي طالون كومبونسي، ولكن ماشي كومبونسي اللي كنعرفو فيه دي طالون، يعني كومبونسي عادي، يعني ترجع وحده، ما كاينش داك لو كومبونسي بحال لو طالون اللي كنعرفو. حتى داك لو كومبونسي فيه الالوان حتى هما فيه دي كولور. وممكن انك ملي كنقول كومبونسي يعني منا بحال دي شوسور فيهم
صندالات فيهم فيهم صندالات خفافين فيهم صندالات يكونوا ان بو سبيسيال فيهم دي دي مثلا دي بيرل اكسيتيرا مخدومين انا ممكن انك تلبس معهم اي حاجه حتى لي طالون لي طالون ايغوي لي صندال بلي طالون ايغوي هما ممكن انهم يتلبسوا يعني باقيين نعم نعم غير هي لا فاصون ديال اللبسه كيفاش خصك تلبسها تماما تماما كاين هاد لي ساك هادو كاين دي ساك اخرين اللي هما مثلا رجعنا لبنان لبنان سي تري توندونس وبالنسبه للرجل ولا المراه لبنان اكثرين كيكون كتكون عمليه اكثر وتو شورت فيها يعني تقدر بواحد الطريقه اللي يمكن لك تعملها كم ان ساك بحال الساك وفي نفس الوقت تقدر ديرها يعني على الساك وفي نفس الوقت تقدر ديرها الى عندك لا موطو الى عندك لا بيسيكلات الى عندك فوالا كتستعمل بطريقه سهله تلبسها وانت ما مكرفسكش نعم نعم بالنسبه للراجل ولا بالنسبه للمراه كاين دوطخ ساك لي بوتي ساك بوغ لي فام يعني ديك لي ساك الصغيورين لي فام حتى الراجل كذلك ديك لي ساك صغارين يعني كي لي ساك بحال لي بوندوليير ولكن الراجل كدي بوندوليير بالنسبه للمراه كيكونوا صغيورين بزاف يلا دير لو بورتابل ديالها او لا لا كارت ولا داكشي كتب الله كيكون تما داكشي غير صغير شي فلوس الا كانوا شي فلوس داكشي اللي كتب الله وغير باش تشرب قهيوه راها خير وبركه لالا سميره يعني يلا كياخذ داك داكشي اللي غتقدر ماشي لا جورني كلها اللي غديرها في نص النهار او لا نقولوا كات لا جورني بوركوا با نعم. اللي غتستعملوا 100% يعني ما كاينش ديك الزياده وداك الطاق الكبير وفيه بزاف ديال الحاجات اكسيتيرا يعني هاد السنه اللي بغيت نوصل ان هاد السنه كاينين دي ساك صغارين نعم. بالنسبه للرجل ولا المراه نعم في نفس الوقت انهم كيهزوا كيعلمونا ان حنايا نهزوا داكشي اللي خاصنا 100% بصح ماشي نهزو كل نخففوها على راسنا لان حتى الحاجه الا كانت ثقله لك على كتافك راها كتثقل لك حتى على دماغك على لاله سمير حدوشي دونك مخففه يعني مخففه علينا يعني حتى هاد لا طوندونس اللي جديده مخففها علينا لاله سميره الوغ لا مود ديال برينتون ايتي 2018 فيها لي كولور في لي ساك لي ماتيير سبيسيال اي لي امبريمي حتى الامبريمي كاين فيها ممكن انك تاخذ لا بوندوليير او لا لا بانان او لا ان ساك او لا هذيك اللي قلنا الساك كامل بحال القصه اكسيتيرا ممكن حتى هما كيكونوا في لا ماتيير في لا ماتيير دو تيسيو امبريمي ممكن انها تصاوب الناس اللي عندهم اليد العامله ممكن يصاوبوها فاسيلمون يعني هنايا بالنسبه للسيدات او الرجل اللي عنده ذاك الموهبه ديال الصناعه التقليديه او الحاجه اليدويه اللي يمكن له يصاوبها ممكن انه يقادها ويصاوبها يعني عنده ساك تقديم اكسيتيرا وصغير وبلا وهذا ممكن انه يغلفوا بطريقه تري فاسيل وانه يرجع اجور طيب ناخذوا اختيار غنائي ونرجعوا لك لاله سميرة حدوش وناخذوا مكالماتنا الهاتفيه وكذلك نجدد التحيه بكل المستمعات والمستمعين وخصوصا الحاجه رقيه والحاجه توريه من هرهوره غيكونوا في الاستماع لينا وانا كنعرف الاجواء ديال كل سيده راها جالسه حدا الطويجين ديالها ولا راها جالسه حدا الشغيل ديال الدار ديالها ودايره الرويديو حدا الكوزينه ولا في الكوزينه وكتصنت لينا كنقولوا لكم الف تحيه لكم فين ما كنتوا بقوا معنا الجديد مع سميره حدوشي حنا اليوم ان شاء الله مخيطين كاع التوابات مخرجينهم من البلاكارات كونوا هانيات على الرقم 0537709539 ياسر كنسمعك ونشطه معنا ونشطه مع هذه الاغنيه ونشطه مع الشعبي مرحبا سميره حدوشي مرحبا يخليك بارك الله فيك ناخذ ناديه من الخميسات اذا سمحتي ناديه صباح الخير مرحبا بك صباح الخير اهلا وسهلا الو السلام عليكم كيف الحال لاباس عليك لاباس هاي 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 انا الزغاريت مرحبا بلالا مرحبا بلالا نادية مرحبا بلالا نادية مرحبا بك السلام عليكم كيدير حبيبه على سلامتك الله يسلمك لالا نادية مرحبا ومرحبا بكل المستمعين احنا فرحانين بالرجوع ديالك للاذاعه الوطنيه الله يحفظك شكرا لك لالا نادية وحنا كنتمتعوا معك بزاف في الفقرات ديالك الله يحفظك لالا نادية هذا من طيبك وبالخصوص السكره
ديال الدكتور جمال الدين السيدي. نتمنى ان شاء الله يعود اللقاء مفتوح باذن الله بعد العطله ان شاء الله. لا لا ان شاء الله. وشكرا الاخت المستقبله المكالمات هدى 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 شكرا بزاف. اييه وعلى سلامتك حبيبه. وليد ولا بيته؟ وليد. ايوا مبروك الصباح. بارك الله فيك لاله ناديه. الله يكبر بك لاله. الله يكبر. انا كتعجبيني بزاف وكتعجبني الضحكه ديالك. الله يحفظك لاله ناديه. كاين ما نقدي وكاين شي تويب باقي حاصل عندك تما نشوفو معاه. عندي حبيبه عندي بدا السلام على الاخت سميره. اهلا وسهلا مريره. عندي واحد تويب ديال الجلابه هو في البلون كافي وفي شي زويقات منه نيت كيبري وشي زويقات منه كيبري. وكنديرو الرنده. واش نديرو الرنده في البلون كافي والمارو ولا نديرو بالوينات؟ اسمح لي جيهان ما كنسمعش مزيان. ما كنسمعهاش مزيان. ما كنسمعهاش مزيان. الوغ البلون كافي. اييه وزويقات قالت لك منه ياك؟ شمنتو؟ اييه اش من توبه لاله ناديه؟ اختي السميه ديالو ما عرفتهاش. المهم توبه السميه ديالو ما عرفتهاش. في الملمس يعني ملي كتحطي يدك عليه شنو وصفيه لينا وصفيه لينا. هو بلون خاصي وفيه زنقات منه نيت. وهو لمس شويه بلس شويه ماشي قب شويه. يعني هابط ماشي واقف يعني لا لا هابط. طيب بلون كافي وي وفيه منقد شي شويه. واش من لون فيه؟ لونو فيه هي لونو فيه طون سيغ طون يعني زويقات اللي فيه بغات تعمل رنده فيه. اييه وكتسول واش ممكن الوغ ديرو ان كافطون ولا شنو ولا جلابه؟ ناديه بغيتي قفطان ولا جلابه؟ جليبه. جليبه بغاتو جليبه. جي كومبري. الوغ جلابه. انا امون افي الا كانت بغات تعملها بالرنده تعمل راندا اون بلون كافي بيان سور ما نعملوش شي لون اخر. ممكن يدو تعمل فيها الالوان ولكن الا كان غادي لها القميص من تحت في شي لون نقدروا نخدموها بديك الطريقه ديال الالوان. ولكن اذا كانت جلابه بلون كافي تخدم بعدا بالبلون كافي في الراندا. ولكن اللي غادي يكون اكسسواريزي الراندا هي اللي غيكونوا بديكولور. تعمل لي كولور انا جو بريفير ديكولور مفتوحين احسن من لي كولوغ مغلوقين احسن الالوان مغلوقين. يكونوا الوان مفتوحين. هاد الالوان المفتوحين كيجيو في النيود في بلو سيان في الجون كلير في الغوص الالوان الهادئه الباستيل الالوان الهادئه ومفتوحه. نعم مفتوحه وفيغ او كذلك. هادوك هما اللي تطرز بهم داك الراندا يعني كتزوق بهم الراندا. نعم نعم. ما تخدمش الراندا بهاد الالوان ولكن تزوق الراندا بهاد الالوان. نعم نعم. وتحاول انها ما تبقاش غير في وسط الراندا تخرجها على الراندا يعني هاد الالوان هادو يخرجوها حتى على الراندا. نعم. يعني يجيو حتى على الثوب. نعم نعم. واش ندير فيه شويه ديال العقيق بحال العقيق ولا لا؟ العقيق يدخل في الراندا؟ ممكن انا ادخل العقيق في الراندا على حسب الالوان اللي غادي تعمل. اذا كانوا دابا هاد الالوان هادي او غير ثلاثه الوان ممكن تخدم البلون كافي كعقيق. نعم. وإلا كان مثلا بزاف كثر من ثلاثه الالوان مثلا اربعه خمسه سته المهم كتفوت ديك ثلاثه الالوان كتحاول اللون والبلون كافي لون من الالوان تختاروا. والبلون كافي على حسب مثلا عندها لو فولاغ او لا ساك ولا صفات تاخذ لون من ذاك اللون وتخدمه وتعمله مع البلون كافي باش تعمل معاه البيرلاج. نعم. إذا واضحة لاله نادية. واضحة حبيبة شكرا. بصحتك وراحتك هاد التويبة. شكرا. وبنات الشركة صحاباتي كلهم تيسلموا عليك كلهم تيسلموا عليك أختي. شكرا شكرا. سلمي عليهم بزاف بزاف لاله نادية وبلغي لهم سلامنا وسلام الإذاعة الوطنية وهاد الفريق هذا اللي في اللقاء المفتوح. لاله سميرة يعني الواحد كما قلنا كيحير يعني في التواب وكيحير اشنا هي الحاجة اللي تندمج مع اللون او اللي تتماشى مع اللون. ولكن اللي حاضر اليوم يعني اللي بغات يعني دير جليليبة ديال الوقت وجليليبة اللي ماشي تحطها في البلاكار تلبسها واحد العام وتحطها في البلاكار وانما تبقى دايما تلبسها وترجع ليها اشنو اللي ما كيموتش واللي كتبقى حاضرة كصنعة تقليدية وكتم تقليدي؟ احنا ما نقولوش ما كتموتش. ما كاينش اي حاجه كاين تغيير وكاين تجديد واي سنه واي موسم كيكون تجديد وتغيير فيه. غير هي مثلا الحاجه اللي كتدوم واحد المده. اللي كتدوم واحد المده واحد المده وفي نفس الوقت كتكون تابعه لاخر صيحه الموضه. بمعنى جلابه ماشي طويله
ماشي قصيرة يعني ديما كتبقى في لاموين. نعم هذه كتبقى يعني لا كولور على حسب لا كولور اللي انت ما كتبغي، راه ماشي قضيه انها لي طوندون انت كتبغي. يعني انا كنبغي مثلا النيود، غادي نقلم النيود غنقدر نلبسها هاد السنه والسنه الجايه والسنه الاخرى والسنه الاخرى، وما عمري غادي نقول عليها انها ما كتعجبنيش. باغ اكزومبل نعطيك ان سامبل اكزومبل، انا عندي جلابه دوبي دي زاني، جلابه المليفه ديال كاشمير اون بيج بالبيج كراميل. ما عمرها كدي موداليه، يعني كنلبسها مي كنجي مي كيجي الشتا وكتجي شي حاجه خصني نلبسها فيها كنلبسها. اول حاجه كتبان ليا هي ديك الجلابه، واخا انا في لو دومين ويعني ممكن يكون عندي تجديد شاك دقيقه كل دقيقه، ولكن هذه كتبقى لي خصني نمشي ليها لان ما خليتي عندي لا ما كتموتش. نعم في ديزاني اكثر من 10 سنين ولا 13 سنه وهي عندي هاد الجلابه، وعندي البلاكار ديالي بارمي لي شوز اللي انا كنحافظ عليهم اكثر. نعم طيب ناخذوا انيسه من طنجه. صباح الخير على انيسه، اهلا وسهلا بك، مرحبا. صباح النور على جهان، مرحبا. اش اخبارك؟ لاباس، الله يبارك فيك. قهوتك حداك، قهوتك حداك، قهوتي اكزاكتو والله الا قهوتي قدامي عرفتيني انا رانا القهوه ما كنتفرغش انا ديال 11 الله عليك ديال 11 اكزاكتو مع لالا سميره وانتينا. مرحبا عليك فريمون سان بليزير نسمع صوتك فريمون سان بليزير دونتوندغ البارح لا غوبريز كونتي غوبريز البارح سي اكستراوردينار. ميرسي بوكو. دوتون بليس مع لالا سميره اليوم الو انديو اكستراوردينار. أنتينا لالا سميرة حتى شي راه عفن عزة ديال لالا سميرة حتى شي عندي أنتينا. ربي يخليك بارك الله فيك. صباح النور لالا سميرة، كزيتينا لاباس عليك الصحة لاباس. ربي يخليك بارك الله كيفاش عندك؟ طنجة موحشك لالا سميرة، طنجة موحشك، أجي عندنا أجي عندنا طنجة. سنت وحش طنجة ولكن لالا سميرة الحبيبة أنا ما نسولكش على الجلبات وداك الشيء باسكو كاين الصاد. أنا كنت بغيت نغري كنت بغيت أن سبيسيال بونتاكور. البونتاكو وعليها لالا جيهان بغيت كثر ما المهم لالا جيهان ولالا سميرة لحد وشي تبارك الله السفيرة ديالنا العالمية. حيت في اون فاكونس كنحسو براسنا اوني بليز اليز بلي بونتاكو ياك لالا سميرة. بعض المرات اون لامبرسيون بحال حنايا دي فوا اوني اوني با شيك بالبونتاكو فهاك في ان ريستورون ولا نخرجو على برا بحال زعما تي سبور راه ماشي اوني سي دي تخاف شيك ولكن اون ميم تون براتيك. الوغ طرحي نعطينا دي زاستيس لالا سميرة On porte le pantacourt, que ce soit le coton ou la lula ou la n'importe quel tissu, ou l'équipe en même temps un coup de main élégant. أجلس با أو لقدي سنيكر أو لقدي دي شوشور كومبونسي ومو يمتياز فاك الله مولاد شي أعطينا دي زيدي كمفا دي بونتاكو يضربنا شوية الهواء يضرب من الهواء ومن طوق باكو يخليك بكامل الأنوثة وعلى سنكت عشرة لخلوة للمزيان وللا سميرة أقول واحد الحاجة دي فوق كنتوني أن بي غران دو تاي وكين ديرو داك لي بونتاكو جوسكو جينو وكين ديرو ان بلي سوندال كومبونسي اون لامبريسيون كنبانو بحال دي جيون لالا سميرة كنتينا ديك الساعة تقول لي شنو النظرية ديالك لالا سميرة. لالا خطيك بزاف لالا خطيك لالا أنيسة الله يبارك فيك مرحبا بك لالا على السلامة. شكرا جيهان اللي بغيت سيتون شنقول لك سيتون غمارك كنشوف ان كاين بعض السيدات بخصوص الناس اللي كاينين من الشمال كتصيبهم. انا بغيت الحلقه ديالها ونقولها يعني لو فلو ديريكت ان الناس بوكو با لي بروبوزيسيون مثلا هاد لو بونتاكور سي ان برو سي اون بروبوزيسيون. علاش الناس ما تدخلش ودير بحال مثلا فهمتي كتعطيك دي بروبوزيسيون وانت كتخليك انك تجتهد على ديك لا بروبوزيسيون وتعطي اكثر فيها وكتخدم بلوس لي ريشيرش ديالك وخدمتك كتحاول انك تخرجها اصلا واخا تسوي هاد المكانه. يعني ما نقولوش غير في لو كلاسيك والعادي وهذا يعني انا ما كاين اتصال الاتصال بمصممه لما لا انك تسرها اكثر انها تخرج بلوس انها تثير فيها الابداع يعني وتخليها تفكر وتشتغل وتطرح اسئله. هذه هي نوعيه صراحه الاسئله اللي 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 كتكون مفيده لالا سميره حدوشي، هي اللي كتثير فيك هذا الرغبه انك تشتغلي وتخدمي وتجتهدي. انا عارفه انيسه دابا حركات فيك شي حاجه لداخل، حركاتني حركات فيك انك بغيتي تخدمي وفعلا نقطه مهمه
كاين سيدات اللي كيبغيو يلبسوا لي بونطاكور واختيارهم في الحياه لي بونطاكور لان كيحسوا بالراحه فيه وكيجي معاهم. ولكن فعلا سؤال أنيسة راه يعني مزيان بغات تحضر به وفي كامل الانوثه في كامل الشياكه ديالها كي غدير. الو فوالا بالنسبه على لي بونطاكور الو غنتكلم على لي بونطالون اون جينيرال. علاش لا لو بونطاكور اولا لو بونطالون ما نديروش سفيفه بلديه ونديرو له الزواق في البلدي لانه تكون فيه ديك لاتوش تراديسيونيل. فوالا حنا كمصممين حنا عاملين يعني ولكن كتبقى تري ريستران كيكون داكشي قليل كاين ما كيكونش ما كاينش كثير ماشي كاين مثلا ما دايرينش لا ديستريبيسيون كبيره يعني داكشي محدود محدود ما كايناش اون غروند ديستريبيسيون. باغ كونتخ الناس خصهم يقلبوا على هذا لو ستيل هذا لان انا كنشوف راسي اليومي شنو خصني نلبس يوميا كنبدا نقلب على بونطالون شوميز بونطاكور اكسيتيرا ولكن بغيت نكون ستيلي وبغيت نكون فيها صناعه مثلا المغربيه ديالنا ثقافتنا المغربيه ديالنا اللي هي كتخلينا ان نبانو لان ما كاينش اللي كيعملها في العالم باسره ما كاينش اللي كيدير الصناعه ديالنا بالطريقه ديالنا وبلو ستيل ديالنا يعني حنايا راه سي ان بوتونسيال عندنا. هذه من جهه. من جهه اخرى غنجاوب على انيسه. بونطاكور ممكن انها تكون شيك به وسيده تكون لابسه راقيه به الى مثلا تشد هاد لو بونطاكور وديرو على حساب لو ستيليه اللي كتبغي يعني واسعيه اجوستي وممكن ان ديرو بالسيفه باغ اكزومبل السيفه في الجناب بحال دابا لي روبون اللي كاينين انترناسيونالمون كونو في لي بونطالون او في لي بونطاكور كاينين دي روبون كيديرو السيف بدلي لينا البلاصه عفاك سميره باش نسمعوك مزيان كيمشي الصوت وكيرجع حيت عندي واحد لو روتور كنسمعو على ودني سي بور سا روتور كتسمعي على ودنك دابا مزيان ولا باقي دابا مزيان وي دابا مزيان يلاه واخا اذا بغيتي سفيفه على الجناب ولي غوبون على الجناب لا لو غوبون اللي قلت لك كنعرفو انترناسيونالمون كونو دابا كيدار في لي بونطالون او لا في لي بونطاكو لما لا حنا ما نديرو السفيفه البلديه ديالنا السفيفه اللي هي باغ اكزومبل الملكيه اللي كنقولو لا السفيفه ملكيه ولا السفيفه شويه شرقيقه عليها ممكن انها دار وتكرافا وتكون رقيقه وتخدم في الجناب في لا كولور ديال في اللون ديال هذاك البونطاكو او لا بونطاكو. لما لا ان نعملو مثلا لي بونبون اللي كاينين دابا تري توندونس اللي كنعملوهم في الشلالب اكسيتيرا يكونوا على هذا لو بونطالون هذا او وداك الحزام مثلا باش نحزم بدل نحزم بسميطه نحزم بمجدول يكون خفه بديك الشويشات ديالو بليك بيغل فيه باغ اكزومبل ونزيد عليك بعض التحسينات ونديرو في هذا لو بونطاكو هذا وكيجي تري كلاس اي تري شيك وتري ابيي يعني ما يمكنش السيده تلبس وحده اخرى ما تقولهاش منين خديتي فين كيفاش اولا كيفاش نعم غير هي الاثواب يعني في اختيار الاثواب لهاد الطرزات اللي تكلمتي عليها ولهاد يعني الشكل وهاد الصوره اللي قلتي لنا في الاقمشه ما كاينش اشكاليه في الاقمشه من ناحيه ديال الثوب ممكن لي تيسيو اللي كيجيو بالبونطالون ولا البونطاكو كلهم كيداروا حتى لي كرا كتعمل في هاد لو جونغ ديال هاد لي بونطاكو ولا لي بونطالون يعني ممكن اي قماش ممكن انه تلبسو يعني ملي كنقول بونطاكو ممكن تجي حتى ديك الجهه ديال السروال القندريسه حتى هو كيتسمى بونطاكو. نعم هما ما كيديمو داوش لا سميره حدوش هاد لي بونطاكو لان كان واحد الوقت عليهم يدرك وشويه هم يتهبط الوتيره ديالهم ما بقيناش كنشوفوهم الا يعني بعض السيدات اللي هما قلالات فين كتشوفي انها لابسه هاد البونطاكور وبقى مامنه به وبقى يعني قابطه فيه. لا عندي مضاب هو عندي مضاب غير على حسب الناس مشات بزاف لي شوز اخرى يعني اش كنقول لك لا ديستريبيسيون ما كايناش ديالو كون كانت لا ديستريبيسيون كبيره كون راك حاضر كنشوفوه كل خطره
مي اي سيده سولتيها كتقول لك جو سوي بلوز اليز في لي بونس على بحال هكذا. نعم نعم نعم. هذه يعني هاد التطريزات ديال الورود ممكن كذلك الدخول كذلك في هاد لي بونطالون بيان سور. حنا تطريزه الورود لان تطريزه الورود اللي نقول لك مثلا الطرز ديال لابغود غي فلوري او لا ماشي فلوري. نعم. يعني هي شادي طوندونس يعني هاد السنه انا كاين دي فلور غندير لي فلورتي. السنه المجه غادي يكون جيومتريك غندير جيومتريك. السنه اللي بعد منها يكون الاثنيك غنديروا الاثنيك. يعني حنا كنمشيو على اخر صيحات الموضه ممكن انها التطريز كله يكون فيه والخدمه نفس الخدمة ولكن بيان سور بطريقة صناعتنا التقليدية. نعم خاصة نفتخروا بها للا سمير حدوشي وخاصنا العقاد هما الاخرانيين ممكن انهم يعملوا ان دو بلوس على هاد لو بونطاكور او لا لو تيشيرت او لا لي جيلي او لا لي كيمونو. غير العقاد بوحديتهم كيبدلوا كيغيروا هاد مثلا هاد اللبسه او الشكل ديال بونطاكور فعلا الفوق او لا لو او يعني شنو كيتماشى معاه. كاين دابا لي كيمونو كي سي تري طوندونس وكلشي يعني لي ستيل كلهم ولي لي كرون مارك لي بيتيت مارك كلهم دايرين لي كيمونو اي سا مارش تري بيان لان السيده كتبغي تلبس ان كيمونو لان اولا كيغطي كلشي كتلبسو من الفوق طويل واسع ماشي محصور بزاف الحاجات يعني كيدخلوا فيه بزاف ديال الحاجات اللي كتخلي السيده تري زاليز باللبسه ديالو بلوس كو سا انه كيشبه القفطان المغربي يعني القفطان المغربي هو محلول وبيان سو كاين بعض القصات اللي هما تري سبيسيال فيه وصافي يعني قليلين اللي زايدين مثلا بحال لاموش ان بو سبيسيال الافتتاحات كيطلعوهم على حساب السيده كيفاش كتبغي تطلع داك الافتتاحي ديال الجداب. نعم. هو كيشبه تقريبا كيشبه لاكوب ديال لو كارتون ماروكان. انا لابسه واحد دابا غنصيفطو لك في الواتساب للاسامير حدوشي لانه فعلا عمليين وفيهم الراحه وكتحسب راسك مرتاحه فيهم اي سيده كتحس بالراحه فيهم اكثر وصيفيين. نعم صافي الوازون هادي من خدمنا لي كيمونو ولقاو واحد الاقبال كبير غير كانت كنلمو على لا ديستريبيسيون ما كايناش عندنا حنايا اون ديستريبيسيون كي تري لارج. نعم هادشي اللي كيعجزكم يعني بعض المرات انه حتى الاجتهاد كيكون محدود لاله سميره حدوشي لانه الطلب كيكون قليل على ما اظن. بيان سور الطلب كيكون غير في حد داك الناس اللي كوتشي كوتوا اللي كنتي كتعرف لهم واللي كيجيو عندك واللي كيقلبوا عليك. ما كانش نايش اون ديستريبيسيون تري لارج ديال الناس غادي تتعرف ولكن ان شاء الله غادي يكون هادو من بالبرامج اللي غيكونوا ان شاء الله جايه باذن الله والمواضيع المقبله. انيسه كتشرب قهيوه وحنا غنشربوا كاس ديال اتاي مع الحاجه الحمدويه وحميد فهاد الاغنيه الشعبيه الجميله الكاس
تبارك الله على سميرة حدوشي كما هذا محبوبك. صراحة سميرة شنو اللي كينغمك في الخدمة؟ شنو اللي كيخلي سميرة حدوشي تبدع في الخدمة؟ واش عندك شي طقوس معينة؟ شنو عندك شي براد ديال اتاي بشي عشيبات عندك شي ياك ضروري ياك ياك ضروري البراد ديال اتاي هذاك مهم كمغاربة يمكن اكثر يا داك البراد ديال اتاي انا كنفضل اتاي اكثر من القهوة وكنت واخا كنشرب قهوة ولكن كنفضل اتاي اكثر نعم بالنعناع ولا بفليو ولا بفليو بزعتر اكسترا النعناع حتى هو كيعجبني ولكن في الاوقات ديالو ماشي على طول السنة ولكن الاكثرية كنبغيه بالاعشاب اكثر نعم روعة صراحة داك الكويس ديال اتاي والواحد كيفكر وداك الدميغ كيبقى يتطلق بشوية بشوية والواحد كي واكثرية اكثرية من كتلقى من كتلقى لي كيجرك الابداع يعني هنايا فاش انا تكلمت على انيسة كتجرك الابداع كتشوفك انك تفكر بطريقة اخرى ماشي الطريقة الكلاسيكية والتقليدية ويعني وصافي يعني كتحاول ان تجرك كتخرجك من ديك الدوامة العادية وكتخرجك كتخرجك لوريجينالتي وكتخرجك انك كتعمل واحد لي فور بوغ لا ريشيرش نعم نعم احنا كنتكلموا يعني في الموضة يعني وشنو كاين اليوم من غير هاد السيكل اللي تكلمتي عليهم اليوم شنو اللي رايج دابا شنو التفاصيل يعني المعتمدة التفاصيل اللي رايج دابا مثلا الازياء لي لونيت يعني نضر كنشوفوا لي كونستا كلهم عاملين لي لونيت دو فيو نعم نعم لي لونيت دو في اللي كانت حنايا كان حتى واحد ما كيقدر يعمل لي لونيت دو في يعني النظر ديال الشوف كان كيديرونجيو السيده ديرونجمون بالنسبه ليها انها تدي النظر ديال الشوف باغ كونطخ اللي رايجه السنه بالخصوص ان لي لونيت دو في لي كرون ستار كلهم لابسين لي لونيت دو في وكل وحده بلو ستيل ديالها ولا حسب ستيل ديال وجهها اكسيتيرا الو هذا هو الرائج بالخصوص هذه السنه هذه بالخصوص يعني كتلقى لي كرون ستار بحال كارداشيان بحال هذيك سيت اون بلوغوز بحال جينيفر بحال كلهم افيك دي لونيت دو في وعلى حسب بيان سور لو ستيل الوجه ديالهم هذه فرصه غدا ان شاء الله ما بين 11 12 غادي يكون معنا مختص يعني في النظارات غنتكلموا على النظارات الشمسيه والنظارات البصريه الا كانوا النظارات الا تكلم على النظارات البصريه ما هو يتكلم بطريقه طبيه وانا تماما في الاسبوع المقبل نتكلم على لي لونيت على حسب لو ستيل الجماليه الصوره الجماليه والاستيتيك كيفاش لو ستيل كيجي والوجه الطويل وجه لو كاري الوجه الوغ انا موجوده ان شاء الله بوغ لا سيمين بروشين باذن الله هذا الموضوع ان شاء الله غنتناولوه ان شاء الله معك لاله سميره حدوشي غنقولوا لك بسلامه ما سخيناش بك نخليك مع بريري داك ديال اتاي كيتسناك في لاتولي ونتسناك مع الصناع التقليديين راهم معاكم هليا فيهم لاله سميره بالابتسامه موفره لهم الراحه النفسيه ربي يخليك اولا واخيرا وانا كنعرف الطيبه ديالك وكنعرف المهنيه والاحترافيه ديالك لاله سميره حدوشي ربي يخليك كيما ملتزمه معنا في اللقاء المفتوح اكيد التزامك الاول والاخير هي خدمتك وهي الناس اللي كيكملوا الخدمه ديالك لاله سميره مشكورة جدا مشكورة جدا الأسبوع القادم بإذن الله نسمع صوتك بإذن الله خلينك على خير